ويبدو ان الرباعي الامامي هيكون مكون من محمد شريف ومؤمن زكريا واحمد حمدي واحمد ياسر ريان، الرباعي الامامي يعني. لكن ممكن يحصل تغييره، ممكن اختلاف عند كارترون، لكن ممكن هم دول الاربعه المرشحين بقوه ان هم يخوضوا اللقاء من بدايته. احمد ياسر ريان كراس حربه، واثنين على الجناب محمد شريف ومؤمن زكريا، وتحت راس الحربه الرقم 10 يعني هيبقى احمد حمدي. هنشوف الدنيا ماشيه ازاي بعد شويه، هيقول التشكيل بشكل كامل يعني. لكن ارجع اقول برضو ان مباريات الكاس مباريات بتبقى رخمه جدا جدا، انا على المستوى الشخصي ما بحبهاش قوي في البدايات يعني، في البدايات بتبقى الدوافع قليله شويه، الدخول في المود ما بيبقاش كامل 100%، الاستعداد ما بيبقاش هايل قوي زي كل الفترات او المباريات او المراحل، التركيز بيبقى ممكن ما يبقاش عالي قوي، غيابات ناس موجوده في المنتخبات، ناس اصابات، ناس ارهاق بتريح ناس، كل ده بيبقى موجود في الادوار الاولى يعني. عشان كده ما بحبش الادوار الاولى قوي، بتمنى انها تعدي بسلام بدون اي مفاجات مش ظريفه يعني. بطوله الكاس هي البطوله الاقدم عبر التاريخ على مستوى مصر يعني، هي طبعا اقدم من الدوري بمراحل كتيره جدا جدا يعني، ممكن تكون قبل الدوري بحوالي 26 27 سنه يعني، فعدد سنين كبير جدا، الدوري كان سنه 48. فاذا مباراه الكاس مباراه او هي البطوله الاقدم، البطوله الام هي الدوري في اي حته في الدنيا كلها، هي البطوله الاهم الدوري. الكاس ممكن تلاقي ناس كتير جدا تاخده، واستعرضنا امبارح ان في 12 نادي خدوا بطوله الكاس، لكن على مستوى الدوري مثلا هتلاقي سبع انديه، ست سبع انديه يعني، سبع انديه تقريبا اللي خدوا بطوله الدوري. ده وضع طبيعي لان مقاومات الدوري مختلفه عن مقاومات الكاس، الكاس بتبقى ظروف متغيره، احداث ممكن ما تبقاش في صالح الفرق الكبيره فتحصل مفاجآت، لكن الدوري انت بتبقى عايز مقاومات معينه، عايز لعيبه بعدد وافر جدا، بتمر بمراحل صعبه، مراحل متغيره، اصابات، غيابات، ايقافات، فلازم الدكه تكون قريبه جدا من اللي موجوده في الملعب، استقرار اداري، استقرار فني، مسانده اعلاميه او مسانده جماهيريه، حاجات كتير جدا بتمر بيها. فعشان كده مقاومات المباريات او مقاومات البطوله الكبيره مش هتلاقي ياخدها غير الانديه الكبيره. فهتلاقي دايما في الدوري، عشان كده هتلاقي الدوري الاهلي فارق بشكل كبير جدا جدا لان عنده مقاومات البطولات الكبيره، لكن في الكاس ممكن تلاقي الناس قريبه منك يعني، في الكاس تلاقي الناس قريبه منك، لكن في الدوري مستحيل الناس تقرب منك لان مقاومات البطوله او البطل موجوده عند النادي الاهلي بشكل كبير جدا عن باقي الانديه. لكن الكاس هتلاقي الترام خد الكاس يعني، مثلا القناه خد الكاس، ففرق الاولمبي خد الكاس، فانت بتتكلم على فرق مش موجوده في الوقت الحالي حتى في الدوري الممتاز. الترسانه خد الكاس، فاقصد ده مش تقليلا من الفرق، لكن اقصد ان البطولات المجمعه الصغيره قد تحصل فيها مفاجآت، فبالتالي ممكن اي فرقه تاخدها، لكن الدوري عايز مقاومات معينه. عشان كده هتلاقي على مستوى العالمي يعني الناس بس تسمع اللي انا بقوله وتشوف وتقارنه بالارقام الخارجيه، بلاش الداخليه يعني، الارقام الخارجيه هتلاقي على مستوى الدولي او المستوى العالمي في كل حته في العالم الناس صاحبه الرصيد الاكبر من بطولات الدوري هتلاقي الفرق الاقوى على طول على طول وانت مغمض. هتلاقي مثلا في المانيا، في اسبانيا، في انجلترا، في فرنسا، في كل الدول اللي عندها دوري محترم، هتلاقي الفرق اللي بتاخد الدوري عدد كبير هي الفرق الاقوى بلا جدال، مفيش نقاش، مفيش نقاش ابدا، لان مقاومات البطوله بتستدعي عناصر معينه، حاجات معينه، يعني حاجات كتير جدا، لكن الكاس ظروف معينه، حالات معينه، غيابات، ايقافات، احداث مباراه ما تبقاش في صالحك، اخطاء تحكيميه في مباراه لان هي مباراه يعني، تمام؟ عشان كده بقول لحضراتكم انا من المباريات اللي ما ببقاش مرتاح لها قوي وببقى عندي قلق منها هي المباراه الاولى في الكاس، يعني يمكن الدوري ما بقلقش بشكل كبير ولا افريقيا بقلق بشكل كبير، لكن مباراه الكاس تحديدا بتبقى على المستوى العالمي حتى مش على المستوى المصري يعني، ممكن يحصل فيها مفاجات، اتمنى انها ما تبقاش في نصيب النادي الاهلي لا النهارده ولا بعد كده ان شاء الله. اذكركم بقى بالنتائج، وقبل ما اذكركم النهارده اخر